اهلا بيكم معانا في موقع اوكازيون، والنهارده معانا المحفظه المعدنيه بست جيوب داخليه، محفظه من المعدن والبلاستيك زي ما حضراتكم شايفين كده. دو لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد. توفر منها الوان كتير زي الاحمر والاسود والسيلفر، شكلهم على الطبيعه. محفظة زي ما قلنا فيها 6 جيوب وبتشيل حاجات كتير. دلوقتي احنا معانا كروت وهنضيفها في المحفظة. طبعا ده شكلها بعد ما ضفناها في جيب لسه ما اتضافش فيه، لان دول 5 كروت من 6. ومع ذلك وانت ضايف الكروت في اماكن فاضية تقدر تحط فيها فلوس. محفظة بتقفل معاك بشكل عملي وجميل، ما بتتفتحش معاك. تقدر تحط الكروت كلها في جيب واحد زي ما هنعمل كده بالظبط، وهيتبقى معاك 5 جيوب تقدر تحط فيهم فلوس زي ما انت عايز او اي حاجة تانية. طبعا المحفظة من المعدن والبلاستيك، ولكن ما انصحكش ان انت تحطها في جيب البنطلون الخلفي زي ما قلنا في المحفظة الباور بانك، في جيب القميص او الجيب الامامي للبنطلون. تقدر تشيل فيها حاجات كتير، ورق وفيزا او بطاقة والفلوس. النهاردة معانا اوفر جميل جدا، اشتري 2 واحصل على 1 مجانا لمشتركين قناة اليوتيوب. رابط الشراء هتلاقيه اسفل الفيديو وهو على موقع اوكازيون.com. التجربة قبل الاستلام، هتراجع وتشوف كل حاجة قبل ما تدفع اي فلوس.